الأخوة والأخوات، نقدم لكم آخر مستجدات الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على الصعيد الوطني 1021 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 27217 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 75 لكل 100,000 نسمة. الحالات 1021 الجديدة سجلت 86% منها بأربع جهات: جهة الدار البيضاء سطات، طنجة، تطوان، الحسيمة، فاس، مكناس، ومراكش أسفي. وبالتحديد 73% من الحالات الجديدة سجلت بأربع مدن، وهي مدن الدار البيضاء، فاس، طنجة، ومراكش. الحالات 1021 الجديدة سجل 755 منها، أي 75% في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، والتي شملت لحدود هذا الوقت 126,170 مخالط، ولا زال 17,446 مخالط رهن التتبع الصحي. أما عن التقسيم الجغرافي المفصل للحالات 1021 الجديدة فهو كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات 422 حالة، 394 حالة بالدار البيضاء، 11 بالمحمدية، 8 بالنواصر، 4 ببن سليمان، 3 ببرشيد، وجوج بالجديدة. جهة طنجة، تطوان، الحسيمة 179 حالة، 106 ديال الحالات بطنجة، 25 بتطوان، 24 بالحسيمة، 7 بالفحص أنجرة، 6 بوزان، 5 بشفشاون، 4 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بالعرائش. جهة فاس مكناس 165 حالة، 140 حالة بفاس، 16 حالة بمكناس، 7 بالحاجب، وجوج ديال الحالات بصفرو. جهة مراكش أسفي 114 حالة، 100 وحالة بمراكش، 101، 10 باليوسفية، 2 بالصويرة، وحالة بالرحمنة. جهة الرباط سلا القنيطرة 67 حالة، 24 حالة بتمارة، 21 بسلة، 15 بالرباط، 5 بالخميسات، وحالة واحدة بكل من القنيطرة وسيدي سليمان. جهة بني ملال خنيفرة 22 حالة، 14 حالة ببني ملال، 4 بخريبكة، 3 بخنيفرة، وحالة واحدة بالفقيه بن صالح. جهة درعا تافيلالت 19 حالة، 13 حالة بورزازات، 3 بتنغير، حالة بكل من الرشيدية، ميدالت، وزاكورة. الجهة الشرقية 16 حالة، 6 بجرادة، 4 بوجدة، 4 بقرسيف، حالة بكل من بركان وتوريرت. جهة سوس ماسة 13 حالة، 8 بأكادير إداو تنان، 4 بإنزكان أي تملول، وحالة بتزنيت. وأخيرا جهة الدخلة واد الذهاب 4 الحالات بمدينة الدخلة.
فيما لم تسجل أي حالة بجهة العيون الساقية الحمراء وقلميم ودنون. إذن هذا هو التقسيم الجغرافي المفصل ديال 1021 حالة ديال هاد 24 ساعة الأخيرة. هاد 1021 حالة معناه أنه في هاد 24 ساعة الأخيرة أصيب من كل 100,000 مواطن مغربي 3 ديال الأشخاص بفيروس السارس كوف 2. هذا المعدل ديال الإصابة ديال 24 ساعة كان مختلفا بين المدن، والمدن الأكثر إصابة في ال 24 ساعة الأخيرة هي كل من الدار البيضاء وفاس ب 11 حالة لكل 100,000 نسمة، تليهما طنجة ب 9 ديال الحالات لكل 100,000 نسمة، ثم مراكش ب 7 حالات لكل 100,000 نسمة في هذه 24 ساعة الأخيرة. تم استثناء 21,107 ديال الحالات من كونها مصابة بالمرض، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة إلى حدود هذا الوقت في بلادنا 1,311,772 حالة مستبعدة. للأسف الشديد ما زلنا في وتيرة ارتفاع عدد الوفيات، فقد سجلت في 24 ساعة الأخيرة 16 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعا، ليصبح إجمالي الوفيات في بلادنا منذ تسجيل أول حالة وفاة في 10 من مارس 2020 هو 417 حالة وفاة. هذه الوفيات 16 جديدة سجلت بكل من الدار البيضاء 3 ديال الحالات، مراكش 3 ديال الحالات، 2 ديال الحالات الوفيات بمكناس، 2 بفاس، 2 بطنجة، حالة وفاة بكل من الحجب، الحسيمة، تطوان وبن سليمان رحم الله المتوفين، وبالشفاء إن شاء الله الرحمن الرحيم للذين يجدون قيد العلاج. وبالنسبة للتعافي ولله الحمد والشكر، سجلت في 24 ساعة الأخيرة 661 حالة تعافي تام من مرض كوفيد 19، ليصبح مجموع المتعافين في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 19,629 متعافي تام، أي بمعدل تعافي يساوي 72.1%. ومنه فإن الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة تتلقى العلاج ضد فيروس سارس كوف 2 هي في الوقت الراهن 7,171 حالة، أي بمعدل 20 لكل 100,000 نسمة، وهذا أكبر معدل ديال الحالات النشطة في المغرب منذ بداية الوباء في 2 مارس 2020. يعني من كل 100,000 مواطن مغربي كاينين 20 يوجدون بمستشفيات يعالجون من كوفيد 19. هذه الحالات النشطة معدل سنها بدأ يرتفع، فكنا قد وصلنا في وقت من الأوقات إلى 32 سنة ثم 33 سنة، الآن معدل السن هو بدأ يقترب من 40 سنة، وبالتحديد هو دابا 39 سنة. هذا المعدل 8% من الحالات النشطة الموجودة الآن في المستشفيات عمرها
أكبر من 65 سنة. بالنسبة للتقسيم حسب الجنس ليس هناك أي اختلاف. الحالات النشطة دائما نفس الجهات هي التي تتصدر عدد الحالات النشطة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 2046 حالة نشطة، الدار البيضاء سطات 1822، فاس مكناس 1758، مراكش سافي 577، الرباط سهل القنيطرة 473 حالة نشطة، درعا التافيلات 153 حالة نشطة، بني ملال خنيفرة 143 حالة، الجهة الشرقية 104 حالات، جهة الداخلة واد الذهب 43 حالة نشطة، وهو نفس العدد الموجود بجهة سوس ماسة. وأقل عدد حالات نشطة يوجد بكل من العيون الساقية الحمراء بثمان حالات نشطة، وحالة نشطة واحدة بجهة قلميم ودنون. ونختم بالحالات الخطيرة أو الحرجة التي ترتفع يوما بعد يوم للأسف الشديد، فقد بلغ مجموعها إلى حدود الساعة السادسة من هذا اليوم 92 حالة خطيرة أو حرجة، من بينها للأسف الشديد كذلك 19 حالة حرجة، يعني توجد تحت التنفس الاصطناعي. هذه الحالات الخطيرة أو الحرجة تتوزع كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات 30 حالة خطيرة، من بينها 11 رهنة أو تحت التنفس الاصطناعي. جهة مراكش أسفي 23 حالة خطيرة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 18 حالة خطيرة، من بينها حالة حرجة تحت التنفس الاصطناعي. جهة فاس مكناس 12 حالة خطيرة، من بينها 4 حالات حرجة تحت التنفس الاصطناعي. جهة الرباط سهل القنيطرة 7 حالات خطيرة، من بينها 3 حالات تحت التنفس الاصطناعي، وأخيرا جهة سوس ماسة بحالتين خطيرتين. هذا إذن آخر المعطيات المتعلقة بمستجدات الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.